السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في فيديو جديد، طريقة تطلع اكسبلور على التيك توك ان شاء الله يا جماعة. يعني حضراتكم بس توعدوني ان الطريقة دي تستخدموها في حاجة، يعني في محتوى هادف، بلاش الفيديوهات اللي هي الحاجات اللي هي استغفر الله العظيم يا رب مش كويس. تمام، ان شاء الله الطريقة دي تستخدموها في محتوى قرآن، محتوى ديني، محتوى تعليمي، ومحتوى يكون بيفيد الناس. تمام، عشان تطلع اكسبلور على التيك توك اول حاجه يا ريت تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه لو عجبتكم السلسله دي. ان شاء الله هنساعد بعض ان احنا نطلع اكسبلور على تيك توك، بس اهم حاجه تنفذ معايا الخطوات وتصلي معايا على النبي. اول حاجه يا شباب، دي صفحتي احمد لوك، الحمد لله. عرفنا الطريقه ازاي بنطلع اكسبلور وازاي بنوصل لكل الناس وازاي بنزود المتابعين. زي ما انتم شايفين الحمد لله الفيديو ده انا طلعته اكسبلور وصل 5 مليون مشاهدة، ووصل زي ما انتم شايفين ما شاء الله 54,000 لايك. عشان تطلع اكسبلور على التيك توك يا ريت تتأكد معايا من الخطوات دي، تضغط على التلات نقاط دول وبعد كده الاعدادات والخصوصية، وبعد كده تتأكد من خصوصية الحساب، معلومات المستخدم، تتأكد ان انت مدخل رقم التليفون ومدخل البريد الالكتروني ومأكد بلدك. يعني لو انت مقيم في مصر هتكتب مصر، بلدك لازم تأكدها. تمام، تختار بقى بلدك، لو انت من السعودية، من الامارات، من اي دولة عربية، من اي دولة افريقية، تدخل البلد اللي انت مقيم فيها، غير كده الاكونت بتاعك مش هيوصل للناس. تمام، بعد كده هنضغط هنا. طبعا لازم تكون حسابك يكون عام، لو انت بتقدم محتوى لازم حسابك يكون عام، وكان يكون حسابك شخصي وليس تجاري، حسابك يكون شخصي وليس تجاري. تمام، بعد كده هنضغط على تفضيلات المحتوى، بعد كده هنضغط على تحديث الصفحة ليك، وبعد كده هتضغط عليها تحديث، وبعد كده هتضغط الفضول او محتوى ذات صلة، وبعد كده ارسال. تمام، فبتبتدي تحدث الصفحة بتاعتك. بعد كده يا شباب هتروح على افضل وقت، انا شرحت لكم قبل كده افضل وقت تنزل فيه الفيديوهات، وده بيكون من اعدادات او من صفحه المبدعين، ادوات المبدعين، هتضغط عليها وبعد كده هتروح لحسابات المبدعين وتختار المتابعين بتوعك بيكونوا نشطين امتى. هتضغط عليها كده المتابعين، زي ما انتم شايفين بيجيب لك احسن وقت تنزل فيه فيديوهات او تنزل فيه عندك ويكون الريتش كويس. زي ما انتم شايفين هو عامة يعني الساعة 11 بيم او الساعة 11 مساء ده افضل وقت لكل المتابعين او لكل الناس النشيطين على التيك توك، فنزل فيديو الساعة 11 مساء وان شاء الله الفيديوهات بتاعتك على التيك توك هتصعد. وزي ما انتم شايفين الحمد لله المرة اللي فاتت نزلت لكم فيديو طريقة اختيار الهاشتاج، وتحط هاشتاج محترم بيكون ليه علاقة بالمحتوى. لو انت بتقدم قرآن هتعمل هاشتاج قرآن، قرآن كريم، نصايح هتعمل هاشتاج نصايح، بتنزل محتوى كورة هتعمل محتوى اسبورتس او فوتبول او رياضة، بس اكتر من 3 هاشتاجات مش هتزود. واهم حاجة تنزل 3 فيديوهات في اليوم، 3 فيديوهات في اليوم، يعني الساعة 11 بعدها ب3 ساعات تنزل فيديو، بعدها ب3 ساعات تنزل فيديو لو انت محتواك صفر يعني ما بيوصلش لحد. لكن لو انت محتواك كويس وعندك اكتر من 10,000 فيديو او 10,000 متابع هتنزل كل يوم فيديو الساعة 11 مساء، وهتطلع اكسبلور على التيك توك. اتمنى، بس انا بقالي كتير او ما عملتش فيديو، اتمنى الفيديو ده يوصل لكل الناس وتعملوا لايك، واتمنى كمان الفيديو ده يجيب 1,000,000 مشاهدة ويوصل لكل الناس. واي استفسار اكتبوا لي كومنت وان شاء الله هقدر اساعدكم، وان شاء الله هنقدر نوصل لاكتر من 10,000 لايك على الفيديو ده. وصلوا معايا على النبي في الكومنتات.